وين القطو ذا ما يريبني؟ هذا ايش فايدة تمه؟ ايش فيها؟ ايش؟ قدام. لا لا ما خلاص راح كل شيء. اذا طلعت من الجيم كانك ما دخلت الجيم. بس ياب ياب باقي لنا اربع ويفات. ليه تبغى نطلع من راوند 10 ولا تبغى نطلع من راوند 15؟ ترى اسمع، لا في شيء لازم تعرفه يا انه مو شرط تلعب في الكوكب اللي هو محتله. لو اجي انا عندي محتل كوكب ثاني وتلعب معي برضو انت راح تمشي الدوائر هذه، فمو شرط. اهم شيء انك تعدم حقين الكوفا فين ما لقيتهم، اينما وجدوا، سواء عندك او عند خويك في مهمه خويك. فهمتني؟ ايه مثلا هم محتلين عليك كوكب لوا وانت خويك قاعد يحاربهم في كوكب ايرث، عادي ما في مشكله، راح يجونك كانك في لوا. وخويك اللي اعدمهم وانت مأفك ما قاعد تعدم برضو ما عندك مشكله، الدوائر تكتمل عندك، مو شرط انت تعدمهم بيدك. ايه مو شرط انت تعدمهم ولا شيء، انت اللي عليك تفنش البوس في الحلقة الأخيرة بس، بعد قصة الحب الطويلة وتبادل النظرات والسبسبة. شوف يا عشان نصيحتي لك، تاخذ لك رشاش أو رشاشين والبو، تاخذ لك مسدس وخلاص، تسوي لك الكوفة تحطها معاك مساعد. يعني اخذ الكوفة بدل السلاح قصدك؟ لا لا لا، يعني كذا تسوي حقة الكوبا يمكن مرتين او ثلاث الى ما تحس انه خلاص عندي اسلحة كوبا كفاية، حطها مساعد لك. والله يا اخوك ما احب اسلحة الكوبا واجد، بس البو لي حاجة فيه. المشكلة انت تدري يا عاصم وين؟ انه اللي طلع لك من اكثر الكوبا اقوياء، يعني سويت لك مساعد والله يا بيطلع شيء. هو حق وسيم، حق زبالة، من برايك انت وسيم مرة قوي. يعني نسبة البو اللي معي كفو؟ لا لا لا، لما هو يكون يلعب البو، شوف هو في اتوقع ما ادري كم كوفا، بس المهم اللي طلع حق وسيم قوي، اللي طلع حق قوي، اللي طلع حق زبالة، انت اقوى شيء عندك حاليا، حق وسيم مو مرة، انت البنت حقتك اقوى شيء حاليا انا شفته. قصدك البوس نفسه قوي؟ ياب البوس نفسه، لو خليته مساعد مرة بتفيدك البنت هذه. اما كذا شلون عرفت انها قوية؟ هي اقوى واحدة فيهم، شفت ايش سوت فيك؟ نسيت نفسها تقتل نسختها اول شيء، حتى وانت تقتل اول شيء تقتل النسخة. يب يب تنحسب لك كذا كويس، تلعب معاهم عادي خلص واطلع خلاص، تنحسب لك يجمعوا لك دوائرهم. انت لا تقتل البوس، خلهم يقتلون بكيفهم. ياب لانه بيزيد ليفل عندك وبيصير قوي، انت لو قتلته بيزيد ليفل عادي، حتى لو زاد ليفل يا رجال ما عليك، دوس بس. ياب معانا هاشم ووسيم اقول نفس العالم. الوسيم؟ لا انت وسيم صح؟ والله كلهم كفو، فهد والوسيم كلهم يقدرون اصلا، الكوفا مو يعرفوا له رجال، سهل سهل عادي. ايش يعني طحت مرة ولا شوف يا هاشم قمت اجلده خلاص. عندنا سفينة وسلاح مطورين للرجال، فما ادري اذا يمديني احطهم بس هات كلية، بس ما ادري، بس عندي سلاح ورجال مطورة.
ايوه وش تبي طيب؟ يعني يمديني احط الرنجات حقتنا حقت الدوجو ولا لا؟ هذا السؤال. جرب. هو بجرب. عاد يا ليت لسه مره قوي من بدايتها. اها يا حسن الاكس يسوي خفه في يد الاكس ما بعد ما ادري هذا ايه بس الاكس جربته يسوي اسرع اجرب وشو؟ الاكس وش الاكس الاكس حق موسى ايش يسوي؟ خفه في يد يضرب اسرع اه ما ادري مين قال لي يقوي لك دمج الاسلحه الناريه او شوف لون المربع او الدائره قوي الاسلحه عاد ما ادري باقي ما جربت هو الدائرة اذا شفت شيء يدور حول يدك هذا يعطيك دمج انت والتيم اللي معك بيقعد يدور عليك وعليهم كذا يدور علينا ويجي عند يدك يدور عليك بيطلع من يدك دوائر عرفت هذا حق دمج يعطينا دمج بوف للدمج حقنا فاهم عادي بس اذا راح لا بيروح منها لا بيروح منها الدائره الحمراء يعني ما راح تلاقي جوا كوبا بس مو من اول مره يا هاشم يعني يمكن ثاني مره ثالث مره لا لا الكوكب الاول اتوقع من اول مره يروح الاحمر من اول مره اول كوكب عندك من اول مره صدق لانه فهد كان يقول لي العبها لين يروح كنت اراقبها اشوفه العب مره واحده يروح والله دمجوا 50,000 باقي ما حطيت مودات وش ذا البوي يا شيخ مرة اقول لك الكتكتان حقك عالية بس يوصل بعفوها مش ما سوينا شيء ما مكس نار يا رجل دق لك 20 ما وصل انا ظني بحط له اركن بشوفه بعد التحديث انت لا تحط الحين ايه 14 بعد التحديث جاهز لا بعد التحديث ايش اسوي؟ بعد التحديث حط له اركن يعني حط له اركن يعني صح والله بعد التحديث حطيت له من الحين يا رجل اذا هذا ما حطه اركن حط لمين حتى لو سووا له شوف شوف حتى لو سووا له نيرف ما يسوون نيرف الا للشيء الاو بي اش ما سووا له نيرف اش ترى مسوي له نيرف ارش اش اش مسوي له نيرف ترى اول كان يطيح اللي في الماب كله بو لو هجم عليهم مسوي له نيرف وبرضه انا اشوفه اقوى شيء لا الحين اكثر شخصيه من خوف تاريخ البشريه كوراما يب يب كوراما صراحه ظلموه يعني الحين تدري انه ميراج الباص حقها اقوى من كوراما يب يب انا ما جربتهم صراحه اثنين ما لحقت عليهم قصدي ما جربت البوفين فهم عندي بس ما جربت لا قبل هو كان شوف ميزه فيه بس الكلب دفن انه كان بيه دمج نفسه اي شالو مره دق فيه اوه ضربت البوب الجدار وفجر وجهي خلاص تروح تقتله خلاص تقتل البوس بس تركب البطايق المطلوبة عمرو ياب ما تخلص انت الحين تكنس ذا الكوكب تنظفه يروحون لكوكب الكواكب الثانية يمسكون اثنين ولا ثلاثة كواكب كذا يتعاندون معك ايوه انت باي شخصية خذيت السلاح؟ لا اوه ماي جاد مرة لا مرة لا
لا قابلني كذا بالثالثة كذا كذا ما يمديك تلعب سولو، لازم نساعدك مرة ضد البوس. والله يا هاش هاش براحت عليها الحين. العب بدون ميسا انت عشان لا يزعل، هو كل ما تلعب بميسا بيتنرفز، بيجيك يستقعد لك، فهمت؟ خلاص العب بميسا. بس اذا جيت تفنش البوس كلمني، وإذا طلع لك أطلع من المهمة لأن بيزيد ليفلك ترى. لا لا عادي، ليش يطلع من المهمة؟ سلامات. مو إذا يترك بيكسل ترى يا هاجم. ها؟ يا إذا ما أتوقع بيزيد. يا شباب. يا أخي عادي، هلا هلا محمد. أنت بتعرفوا إيش راح تحطه بالآخر؟ فين نحط؟ تحطه بالسلاح حقكم هذا اللي بايد كل وور فريم. ايوه لسه طيب قاعد يجمع المعلومات، ما يعرف ايش يحط لسه، ما طلبوه. وبظهر لك هيك زي ترتيب، علمه على الترتيب، علمه ايش اول شيء وش. انا صراحه كنت لعيت فيها بس بالاول شيء، لكني ذبحت خليه يعبي ثلاث دوائر، خليه يعبي ثلاث دوائر بعدين راح نشوف الترتيب. مو المشكله من الدائره الاولى حيعلموه على اول بطاقه. يب فهنا علمه كيف يحفظ ذي البطاقه الاولى. على العموم حفظ ولا ما حفظ مو مشكله، خله يلخبط الترتيب، انه بنساعده يقتله ثلاث مرات وخلاص. 180000 هاشم 180000. اوكي يا شباب انا بدي اروح اجيب 180 الف طلع دمجه قبل شوية. بدك سلاح كوبا؟ ياب كم نزل طلع من لحظة محمد وش تبي؟ ايه بدي اطلع البانورام عشان هيك رايح اقتل الكوبا. طيب حلو يلا روح. وين القطو ذا ما يريبني؟ هذا ايش فايدة تمه؟ قاعد يحارب هناك والله، شوفه ساحب علي ابن الكلب. قاعد يحارب بعيد، هذا قطو ولا شيسة ذا؟ صاحب علي والله. يا رب يطلع لي البزم من اول مرة يا رب. يلا يلا روح روح يا محمد على طول. لك ترى لك لك لك. يا وش اسمه؟ هاشم راينو حط اورتن ولا لا؟ يا شوف ايش يا رياض، انت الواد عندك يمشي ولا لا؟ طبيب بطال انا. لا يا هو يا طبيب بطال يا بزرنجي، واحدة منهم. لانه دائما يسأل عنه من الولاد. والله يا ميسة قوية، ابغى اشوف اللي يقول عليها ضعيفة مين. ميسا ابد من ضعيف، ميسا اجلدك فيها لو دخلنا في الشاح وين باي وين. ما يا اخي شوف انا ما احبها يا هاي الصراحة يعني. لا لا مو هياط بس قوية يعني، شوف لاي درجة يمديك تلعبها وين باي وين يعني. بس اذا بدك واحد متخلف يسوي سبام وفوق درع قابلني لو دخلته. لا ذاك ما تقدر عليه، مع نفسك ذاك ابلع ذاك، كنت ساكت وتروح تحت من الاصدقاء بعد. انا خويي خويي حيوان، اوكي بقول لك ايش سوى. ايوه